نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحباب، نحضن فرحتنا سوا ونخلي الحب شباب. هي دي دي في الجزء الأول. في الجزء الثاني دي بتتكرر كل كوبليه. في الجزء الثاني في وتسافر وأسافر وأيام يطول السفر، دي أعتقد يعني إن الناس هتحبها قوي. وبعدين الكوبليه الثاني كله أعتقد إنه هيعجب الناس. امتى هنسمع ظلاموه في يوم في شهر في سنة زي تجربة أهواك السنة اللي فاتت؟ أنا حاولت إن أنا أعمل في يوم في شهر السنة في الحفلة الجاية، لكن لقيت إن أنا هعمل عليها بروفات نفس المجهود. زي ما هعمل بروفة على غنوة جديدة. اه فبما إن الدكتور حذرني من عمل بروفات كتير، فقلت معلش المرة دي، لكن المرة دي هغني أهواك وإيه دمة حزن في الوصلة التانية إن شاء الله.